النهارده هتكلم عن تفاصيل اكتر بخصوص تدريبات الاهلي والاستعدادات للمرحله اللي جايه، لان بنتكلم في الفتره اللي جايه خلاص. النهارده في 16 يناير هنتكلم على مرحله شهر بالظبط على استئناف المشوار الافريقي، المواجهه مع شباب بوليسداد في ملعب 5 جوليا بالجزائر بالظبط بعد 30 يوم. فانت محتاج جهاز فني تستعد في خلال ال 30 يوم من خلال تحضير برنامج بدني وفني ومباريات وديه، عشان لما تدخل على مباراة شباب بلوزداد تكون جاهز بشكل قوي جدا. ليه الشهر ده مهم جدا؟ أو ال 30 يوم ابتداء من النهارده لغاية السفر للجزائر والمواجهة في منتصف شهر فبراير اللي جاي. أنت عندك مباراتين بست نقاط بعد كأس الأمم، تكون أو لا تكون. الأهلي في الصدارة. الأهلي في صدارة المجموعة بخمس نقاط. ولكن مهم جدا وأنت رايح للجولة الرابعة اللي هي المؤجلة والجولة الخامسة، دول مواجهتين أو مباراتين خارج مصر، فبالتالي أنت ما ينفعش تخسر أي نقطة فيهم، ما ينفعش بأي حال من الأحوال، خاصة بعد تشابك ترتيبات المجموعة وأوراق المجموعة مع الفرق المنافسة سواء ميدياما الغاني أو يانج أفريكانز التنزاني. فبالتالي ما ينفعش تخسر نقطة في المباريات اللي جاية. والمباراتين خارج مصر ما فيش منهم مثلا مباراة في القاهرة وترجع تسافر، فالمباراتين بره، والفارق الزمني ما بين المباراتين أسبوع. تسافر الجزائر، ممكن تطلع من الجزائر على غانا او ترجع من الجزائر للقاهره وتسافر من القاهره على غانا، ده على حسب ترتيبات الجهاز الفني وقتها. لما ان شاء الله نيجي في وقتها بعد شهر نقدر نشوف الترتيبات وقتها، الاهلي هيشتغل ازاي على الجزئيه المتعلقه بالامور اللوجستيه عشان راحه اللعيبه، في ظل ان طبعا منتخبنا او المنتخبات الاخرى سواء تونس ومالي وجنوب افريقيا فيها عدد كبير من لاعبي النادي الاهلي، بنتكلم على 11 لاعب، 11 لاعب من الاهلي في كاس الامم الافريقيه. فانت اللعيبه دي لما ترجع حالتها البدنيه ايه؟ حالتها الفنيه ايه؟ حالتها النفسيه والمعنويه ايه؟ النقطه دي هتبقى مهمه، لان هيبقى في تفاوت ما بين حاله كل جيل وجيل تاني او لعيب ولاعب تاني. لو تونس وصلت فاينل، معلول في حاله معنويه عاليه، ولكن في حاله فنيه ممكن ما يكونش متاح معاك في البدايه الافريقيه. لعيبه منتخب مصر لو وصلوا فاينل نفس الكلام، فالمساله هتبقى نسبه وتناسب. ده هيتم دراسته في الفتره اللي جايه لما الجهاز الفني بقياده كولر يبدا يشوف الفرق او اللعيبه مع منتخباتها وصلت لأي مرحلة في كأس الأمم. ولكن لو هرجع بقى لتدريبات الأهلي، النهاردة كان في تدريب صباحي، والنهاردة كولر في التدريب الصباحي كان مركز أكتر على الإعداد البدني والتدريبات البدنية، لدرجة حتى أن كان مدي مساحة أكتر لأندرياس أوندويا مخطط الأحمال أن يعمل برنامج بدني للفريق. الفريق رجع من للتدريبات من يوم الخميس اللي فات، الخميس لو في قياسات او تدريب خفيف، فبنتكلم احنا بالظبط دلوقتي بقالنا 4 أيام او 5 أيام في مرحله تدريبات بدنيه، والتدريب على فتره واحده مش فترتين، وبكره في اجازه وراحه سلبيه. فبالتالي الشق البدني هو الشق بتاع المرحله الاولى من تدريب النادي الاهلي. معانا اهو جانب من تدريب الاهلي النهارده، ولسه احمد عبد القادر بيواصل برنامجه التاهيلي، ورضا سليم ايضا بيواصل برنامجه التاهيلي. وزي ما قلت لحضراتكم بالامس ان رضا سليم هيعمل اشعه في منتصف الاسبوع اللي جاي، وغالبا الاشعه دي هتكون خارج مصر في الامارات لما الفريق يسافر مع مستهل الاسبوع المقبل. فبالتالي لسه رضا سليم في التاهيل، احمد عبد القادر في التاهيل، محمود متولي لسه في الجيم زي ما قلت لحضراتكم من حلقتين ثلاثه، بتتكلم في حوالي اسبوعين ثلاثه لسه، سواء عبد القادر او رضا سليم. الاشعه هي اللي هتحسم موقف الاثنين دول تحديدا، بس كمان عبد القادر او احمد نبيل كوكا، محمود متولي، اللعيبه دي لسه هنشوفها في الفتره الجايه. بس الفريق لما يسافر ويخوض معسكر خارجي، كل اللعيبه بلا استثناء سواء المصابين او حتى اللي بيعملوا تاهيل هيكونوا مع الفريق في رحله الامارات ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. قدامنا وسام بوعلي المهاجم الفلسطيني، لقطات اهو ليه من تدريبات فريق النادي الاهلي، باذن الله يا رب ان شاء الله يكون اضافه قويه في خط هجوم النادي الاهلي وفي فريق النادي الاهلي. قدامنا حسين الشحات، رامي ربيعه، محمد الضو، كريستو كولر بقى بيرحب وبيسلم على اللاعبين الصاعدين من قطاع الناشئين، نتمنى لهم التوفيق يا رب. 10 لعيبه تم تصعيدهم من قطاع الناشئين عشان يكونوا ذخيره مهمه جدا للفريق الاول في الفتره اللي جايه. يعني دول اللعيبه القوام القطاع الناشئين ومستقبل النادي الاهلي. الاهلي عنده الحمد لله لعيبه جيده جدا، يعني البركه فيهم يا رب باذن الله، المستقبل كله معاهم باذن الله، وان شاء الله يكونوا على قدر المسؤوليه، وكل واحد ربنا يوفقه، كل واحد من دول عنده طموح وعنده احلام انه يقدر يحقق حاجه مع النادي الاهلي. قدامنا كمان اهو كريم نيدفيد، في انطوني موديست، في طاهر محمد طاهر،
يعني ربنا يكرم بإذن الله النادي الأهلي في الفترة الحالية، فترة صعبة جدا على الجهاز الفني أنه يتعامل مع المرحلة الحالية. شايفين يعني طبعا الهزار اللي موجود دلوقتي، بنت عمرو السولية ليلى، دي بنت عمرو السولية، والهزار مع مارسيل كولر قفشه بيقول لها العبي ملاكمة مع مستر كولر. طيب يمكن ده جانب من التدريب واللقطات الجميلة اللي احنا شايفينها النهارده في المران الصباحي، والكابتن سامي قمصان المدرب في الجهاز المعاون. زي ما قلت لحضراتكم كوكا كمان هيعمل أشعة مطلع الأسبوع اللي جاي بإذن الله عشان الإطمئنان على حالته.